السلام البنات, كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك اليوم جيتكم بواحد لا فيديو ديفيرونط على ديك اللي حطيت لكم المره اللي فاتت. اليوم غادي نوريكم كيفاش طيب الحوت بالطريقه المغربيه, كيفاش كديروه في الفران. دونك الحوت اللي غادي نستعمل اليوم هي سميت النوع ديال هذا الحوت سيبريم, ولكن تقدروا ديروا اي حوت نتوما كيعجبكم ولا موالفين كديروا طاجين ولا في الفران. غادي نستعملوا خيزو, بطاطا, مطيشة وفلفلة والحامض. وهنايا درت هادو على هاد الشكل هذا باش كنفرشهم في الطاوة من التحت باش ما يسقش لينا الحوت في الطاوة. دونك غادي نبداو بالطريقة. غادي ناخذ الحوتة وغادي نشرملوها بهاد لاصوص اللي درت. هادي هي الشرمولة ديال الحوت. غادي نقول لكم اشنو درت فيها. درت فيها الربيع, الثومة, العطريه ديال الحوت, التحميره, شويه ديال السكينجبير والبزار, وزيت العود, وعصرت فيها نص حامضه. الوغ بما شرملنا الحوته ديالنا كنخليو شي شويه باش نسمو به الخضره, ونديرو معاه شويه ديال المطيشه ونديروه من الفوق. دونك دابا باش ما يشدش لينا خيزو غادي ندير هادو في قاع ديال الطاوله. وكنبداو نستفو شويه, غير نديرو الخضره ديالنا شويه في لاصوص ونزوقو بها. والخضره بطبيعه الحال كتبقى على حسب لا كونتيتي نتوما اللي باغيين ديرو. الحار كذلك انا ما كنستعملش الحار بزاف. غادي في الاخر غادي ندير واحد فليفله حاره. ملي كيبغي تكون لاصوص حاره يقدر يزيد الحار. الوغ بعد ما شفتو معايا كيفاش استفدت الخضره ديالي والحوته, دابا شديت هاد لاصوص اللي بقات ليا, زدت فيها شويه ديال الماء سخون, شويه ديال لاصوص طوماط, ودرتها باش نديرها فوق من الحوتة الخضراء. باش كلشي كيكون متسم بلاصوص, والبدا ديال لي زيبيس ديالنا ديال المغرب بيان سور كيكونوا بنان وزوينين. فوالا كنكونو سالينا التحضير ديالها. كنغطيها بشويه ديال بابي الومنيوم, كنثقبو جوج ديال التقيبات وكنخشيه في الفران. فاش يوجد غادي نقول لكم كيف نوريكم كيفاش خرج. البنات دونك بعد ما درنا الحوته في الفران, دابا صاحبتي غادي ندير لكم كروفيت بالطريقه ديالها هي, كتجي بنينه بزاف وكنتمنى انكم تجربوها ما غاديش تندموا. دونك نخليكم مع سهام صاحبتي توريكم الطريقه. كوكو البنات, اش اخباركم؟ كلشي مزيان. المهم دابا عندنا كروفيت هنا, عندنا هنا الربيع, عندنا شويه ديال الثومه, وهنايا درت شويه درت زيت العود, درت شويه ديال الزعتر ولا الزعتر اللي عندكم, ودرنا شويه البزار وشويه المليحه هنايا.
alors d'abord les بنات غادي نشدو كل كرافيتا بحال هكا غادي نديرو ليها هكا فهداك شويه زيت العود والبزار والزعتره ومليحه غادي نجيبو عندنا مقيله بحال هكا وغادي نحطوها هكا باش هذيك الكرافيتا كتشرب هذيك الزويته ديال البزار والزعتره وزيت العود سورتو زيت العود ضروري من زيت العود وهكا غنبقى حتى نكمل لي كروفيت ديالي كامل بيد ما كملنا الكروفيت ديالنا كامل غادي نشدو الثومه بحال هكا وغادي نلوحوها وغادي نحطوها غير هكا في الكرافيت ديالنا باش كتعطي غير هذيك النسمه انا ما عندناش الثومه بودغ الوغ دو بريفيرونس ندخلوها بحال هكا دابا غادي نشدو الربيع وغادي نديروه بحال هكا اللي بغى يكثر يكثر على حسب كل واحد الاذواق راه كتختلف الثومه اللي بقات ليا الثومه اللي بقات لي بقاو لي جوج دروس ديال الثومه غادي ندير لهم بحال هكا بما انا كتحمقني الثومه ما نعرف واش الثومه بحالي ولا لا واش بحالنا ولا لا انا كتعجبني الثومه الربيع سورتو في الكرافيت وزيت العود جادور زيت العود كيعطي هما اللي كيعطيو هذاك كيعطيو الكرافيت داك لو كو اكزاكتومون هذا هو لو بلاسيناتور ديال سي ام غادي نزيدو غير فوق منه هذا شي شويه ديال زيت العود وغادي نديروه يطيب وغادي نقول لكم الفينال ديالو كيف غادي يكون دابا غادي نشعلو البوطه ديالنا باش نديرو المقيلة ديالنا ديالنا حتى هو يطيب بغيت غير نقول لكم ان الكروفيت حنا راه مسلقناهش خليناه هكاك غير ولكن ضروري خصكم تغسلوه درنا فيه شي شويه ديال زيت العود من الفوق حنا غنخليو شي شويه على نار هادئه اللي كيوصل هي نار هادئه حتى يطلع على راحته مازال عندنا الوقت دابا كل وحده غادي نبداو الايطايو انا نضربوها بحال هكا باش كاملين هو مزيان الواحد يكون كيعرف الحاجة ويطحطها مزيان على الناس لي صحكي لي غادي يعرف حتى من الناس كاين لي مغاديش يكون كيعرف كيفاش يطيب كل واحد شنو كيعرف
Mais bien sûr, elle m'a partagé avec ma valise. Je pense que c'est une valise. Ma valise belle. Mais les panneaux, on partage avec la neuf. C'est pas une petite machine à faire. Quand je suis pour toi, je prends une machine. هكا هذيك زويته بالليل تشرب شوف هذاك الخبز شي شويه كما قلت لكم ما تكون قليله ما تكونش مجهده باش تيكون لا راكشون وتكونوا مجهده باسكو هما مسلوقين وي باسكو كل واحد هو كيفاش كيبغي ياكلو وي كيفاش كيبغي ياكلو شي شويه يكون خضرين وي يكونوا طيبين مزيان المهم حنا ما سلقناهمش ولكن كاين اللي بغى يسلقو يسلقو حنا كاين حنا بحال هكا ما تسلق شوي ولكن اللي تبدل المهم غنخلو بحال هكا ديك الثومه داك الربيع ديك لاصوص كيما قلت لكم اللي درنا ديال البزار و والزعتر والمليحه المهم غنخلو بحال هكا وواحد شويه غادي نرجع ليكم غنرجع ليهم بلي فلاش دوك بجوج واجدين صافي تمام ان شاء الله غير البنات دونك كيف ما كتشوفوا معنا هذا هو الطبق ديال الحوت اللي درنا في الفران هكا كيكون بعد ما كنطيبو وندوزو للطبق الثاني غادي نخلي سيام تهضر لكم عليه وهذا اللي طيباته وهذا هو الطبق ديالنا درنا شويش ديال السوجا هنايا اللي بغاها عندنا هنايا حتى شي شويش ديال الحامض اللي ترى ما تعجبهاش نطيبوه بالحامض درناه سيباغي اللي بغاه وبصحه وراحه ونتمنى يعجبكم الاطباق ديالنا